لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. حلقة اليوم عن مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل، ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى نوشروان، ويوافق ذلك 20 أو 22 من شهر إبريل سنة 571 ميلادية حسب ما حققه العالم الكبير محمد سليمان رحمه الله. وروى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما ولدته خرج من فرجي نور أضاءت له قصور الشام. وقد روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت، وروى ذلك الطبري والبيهقي وغيرهما. ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاءه مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون ذلك. وأن أول من أرضعته من المراضع وذلك بعد أمه صلى الله عليه وسلم بأسبوع سويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مصروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة ابن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد. وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ليبعدوا عن أمراض الحواضر، ولتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم ويتقنوا اللسان العربي في مهدهم. فالتمس عبد المطلب الرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع، واسترضع له امرأة من بني سعد ابن بكر، وهي حليمة بنت أبي زؤيد عبد الله ابن الحارس، وزوجها الحارس ابن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة، وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة عبد الله ابن الحارس وأنيسة بنت الحارس وحزافة أو جزامة بنت الحارس، وهي الشيماء لقب غلب على اسمها. وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي سفيان بن الحارس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمه حمزة ابن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد بن بكر. فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة سويبة ومن جهة السعدية. ورأت حليمة من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قضت منه العجب، ولنتركها تروي ذلك مفصلا. قال ابن إسحاق: كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضع في نسوة من بني بكر بن سعد تلتمس الرضعاء. قالت: وكان ذلك في سنة لا خضرة فيها ولا مطر ولم تبقى لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء، أي أنسى الحمار، ومعنا شارف، أي ناقة مسنة لنا، والله ما تبض بقطرة لبن، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، وما في سدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك، فلقد أبطأت بالرب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فترفض إذا قيل لها أنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نرفضه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي أي لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ذلك ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد إلا غيره. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري
أقبل عليه سدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روية، وشرب معه أخوه حتى روية، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا هي حافل أي مليئة باللبن، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا ورقبت أنا آتاني وحملته عليها معي، فوالله لقد قطعت بالرب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي لا يقولن لي: يا ابنة أبي زؤيب، ويحك، أرفقي بنا، أليست هذه آتانك التي كنت قد خرجت عليها معنا؟ فأقول: بلى والله إنها لهي هي. فليقولن: والله إنا لها شأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي ترجع مليئة باللبن، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي زؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي مليئة باللبن. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، أي قويا شديدا. قالت: فقدمنا به على أمه، ونحن أحرص على مكسه فينا لما نجده من بركته، فكلمنا أمه وقالت لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ، فإني أخشى عليه وباء مكة، فلم نزل به حتى ردته معنا. هذا، وبالله التوفيق، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.